قدامك اهو قدامك. خش العربية بقى يا باشا، خش العربية خلينا نمشي. ولا شك أن تقدم المهندس خيرت الشاطر للترشيح كان عن إجماع وطني، فليس الحزب وحده هو الذي يرشح خيرت، وليس الجماعة وحدها هي التي ترشح خيرت، إنما هذا هو الشعب المصري. فكرة محاولة إعادة إنتاج النظام السياسي السابق بشكل معدل في شخص اللواء عمر سليمان، وشايفين إن دي إهانة للثورة وعدم إدراك لطبيعة التغير اللي حصل في خريطة حياة الشعب المصري. This has come as a shock to most of the political forces in Egypt, and I believe that this is going to cause a diminution of the popularity of the Muslim Brothers, because they have lost their credibility in nominating a presidential candidate after having repeatedly said that they will not. I think that Egypt today is at a crossroads, and I believe that this is the most serious and dangerous period that we're going through in all of Egypt's history, in all of Egypt's modern history since Muhammad Ali. Today, it is the personality of Egypt that is at stake. We must fight for it to keep it a secular, civil, modern, democratic state. بعتبر نفسي مرشح وطني ذو مرجعية، وأعتز وأفخر بأنني أمثل الفكر الإسلامية الوسطية التقدمية المستنيرة. هذا شيء أنا مش، أما أن أنا أمثل فصيل ما، أنا لا أمثل إلا كل المصريين، وفي القلب منهم الإخوان طبعا، دول جزء من مصر. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ألف مليون مبروك. ألف مليون مبروك. سلام عليكم.